وآخر كلمة قالها قال إيه؟ فأتاه الله بما سأل. ربنا حقق له الطلب اللي هو طلبه وادهوله. الأربع حاجات اللي هو طلبهم ادهم له. طب تعالوا نشوف على أرض الواقع إيه اللي حصل؟ إزاي اداله الحاجات دي؟ التاريخ اليهودي بيقول حاجات يمكن مش مكتوبة في الكتاب المقدس لكن مكتوبة في التاريخ. بيقول إن يعابيس كان رجل علم. فاكرين لما طلب البركة وقال توسع تخومي؟ ما كانش عايز بس يبقى عنده بيوت ولا عنده أراضي، لكن كان عايز يكون عنده علاقة خاصة جدا بربنا وعنده علم وبيفهم. تقليد اليهودي بيقول عن يعابيس إنه كان ناموسي متعمق في دقائق الشريعة. والكتاب المقدس برضو بيخبرنا في سفر أخبار الأيام في الأصحاح الثاني عدد 55 بيقول إن إحدى المدن كانت باسمه، يعني ربنا إداله أرض. مين اللي سكن في الأرض ده؟ نسله. نسله دول كانوا إيه؟ الفئة المتعلمة والطبقة المثقفة من الناس، كانوا عشائر الكتبة، مش الكتبة والفريسيين، لكن الكتبة اللي كانوا بيكتبوا التاريخ، الكتبة اللي كانوا بيكتبوا الأحداث. ومن هنا نشوف إن ربنا اداله قدرة غير طبيعية في العلم، لأنه هو كان رجل باحث في الناموس، متعمق في الناموس، وفتح مدرسة لتعليم الناموس. يعني إحنا نقدر نسمي يعابيس الدكتور يعابيس، لأنه كان بيدرس وكان عنده كلية بيعلم فيها عن الناموس وعن الشرائع بكل دقة. يبقى اداله الله اتساع في العلم، اداله الله اتساع في التأثير. النهاردة كم سنة عدت بعد قصة يعابيس؟ ألوف السنين. ولغاية النهاردة انت بتتفرج على البرنامج ده وبتسمع وبتتعلم وبتتأثر وحياتك بتتغير وبتصنع تاريخ بسبب قصة يعابيس.